إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من هندسة الهواء محمد لطفي، ولكم تحياتي خالد الشفعي من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا من تسا الألباب صوب حماه وتسامت الأرواح في عليا كم رنت للنور في علياه يا من يسبح كل شيء عبد التواب البساتيني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سور الزمر والقمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرا حتى حتى أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله
حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير كبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن 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 علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. الرحمن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات
الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن صور الزمر والقمر والرحمن تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مات مع الأنفار! اضرب! وانطلق مدفع الإفطار. أذان المغرب. الله أكبر.
ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن العشاء يحين موعده إن شاء الله تعالى في 8:10. كما نوجه نهاية حضراتكم إلى أنه في حوالي 8:05 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة زميل فؤاد حسن. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ سيد النقشبندي. لأنك ظاهر في كل شيء، خفيت عن الخلائق في ظهورك، وأنت الباطن الأزلي، تاهت سفائن للحقيقة في بحورك. لأنك ظاهر في كل شيء، خفيت عن الخلائق في ظهورك، وأنت الباطن الأزلي، تاهت سفائن للحقيقة في بحورك، وما شهدت سوى لألاء نور يمد الباقيات على ظهورك، وأمواجا من الأسرار، وأمواجا من الأسرار داست على أطرافها، داست على أطرافها أقدام حورك، تطل إلى غيوبك وهي تدنو، وتقرأ ما تلألأ من ونورك أيها المولى حجاب، ونورك أيها
ضرورك أيها المولى حجاب يواري بالصفاء صفاء نورك. تحير عاشقوه وقد تجلى تحير عاشقوه وقد تجلى فما عرفوا شموسك من بدور.